الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج في بيوت الفنانين. هذا البرنامج سنحاول من خلاله الولوج إلى الفنان وتقديمه للمشاهدين من خلال وجه آخر، هو التعرف على الفنان كشخص قبل الخوض في معطيات وتفاصيل مسيرته الفنية. وضيفتنا في هذه الحلقة هي غنية عن التعريف من خلال عطاءاتها الفنية وأدائها الرفيع الذي من خلاله حجزت مكانتها المرموقة داخل الوسط الفني، من خلال مجابهتها لعمالقة الفن الموريتاني كغيرهم من الفنانين، وتمتاز بعدة صفات تجعلها تختلف عن الآخرين سواء كانت الصفات شخصية أو فنية. هي الفنانة الكبيرة والشيخة والمتميزة والمليكة النعمة من التشويخ. مساء الخير النعمة. نعمة مرحبا. نعمة مرحبا بك وسهلا معانا على مائدة برنامج في بيوت الفنانين. هذا البرنامج الليلة متشرف بيت الفنانين الكبار اللي جاه، ومتشرف الفنانة النعمة من التشويخ. متشرف أنا مولي، أنا مؤذن مع مولاي الحسن. شكرا. هاك شرف لي عظيم مولي. شكرا. النعمة شماسي، عندك فكرة برنامج في بيوت الفنانين؟ زين عندي. النعمة شلاه تبدئين به؟ لا نبدأ بيات فكر. ها. دعي الأيام تفعل ما تشاء، وطيب نفسا إذا حكم القضاء، اسكي ولا تجزع ولا تجزع لحادثات الليل، ما لحوادم الدنيا يا بقاو، وكن رجولا رجولا على الهوى علي جلدا، وشيمة كم السماحة يا الوفاو، يغطى بالسماحة أيوة كل عيب، وكم عيب يغطي السخايا، غطى بالسماحة كل عيب عيب عيب، وكم عيب يغطى السخاو، غطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطى السخاو، شعوت الشاديات بكل نادي، بسبقكن قد امسى ينادي، وعودك لا يسعك ريدان كلا، وصوتك من عودك غير عادي، ونعسى ها
بيتي لا تنحي يا زيد وشدوك غالبا شدوى يا حيادك وما الله اللسكي وما يا بالعظيمك يا بنيك فيك زايد علي وحسن جدوك يا فزدي يا عزيزي يا ازدي يا عزيزي يا ازدي يا أنا باحة يا غير ما قديت كون يوم عدل الحلقة مع مولاي الحسن زين بعدك اللي قال تبارك الله كامل نختار نذكر السادة المشاهدين معانا العازف البارع صاحب الأنامل الذهبية على آلة الأورج العازف والفنان حمو والنقذي ومعانا جمهور كبير من الناس المتعدلة المحترمة برئاسة الفنان والصحافي المتميز سدوم الليدة من كائب جيات عياله من كر شور الخطر تعرب والخياطيك يا قالوا يتعسر الله علي الله علي الله علي الله علي للي لم طيال جدايا وجيل والمدر شاعر هم وقولا بعد مع كل مدرة يطيح وتأم وديان اللي رقب وحدر التوريس وينهوى لما شبرة البوير التوريس وين المغير ذر يا النعمة يا النختير يا النعمة يا النختير لي قلت ذي المدرة ما نعرف كم من دير فمي من كسر في شمعك انت يا ويقرا ويقرا الله علي الله علي الله علي الله علي غالي لم طال يجتجى الله اللسكي النعمه
نعمة ذا ما قد ينقال. نعمة يا النعمة هذا زين ما شاء الله. النعمة أنا ملاحظة فيك. أنا ماني ماسان وزين بي البحة. البحة زينة تبارك الله ينقال زين ما شاء الله. النعمة أنا ملاحظة فيك رواية وفي أشوارك أنهم يعودوا معقرين من قيفان الليلك أنت. هاك ضروري. ملاحظة تبارك الله القيفان الزيني. والله والله ما قطش في دكشور ما هو معقر لك منه. والله والله قافل مذل ذل ذا من قايله بير التونس هذا قايله لي عبد ولي محمد ولي محمد وابو ولي محمد أحمد يورا أخير أقرب شنو القاف؟ هو الكار التونس وينه هو الماس شفرة أهل بير التونس وأهل المذل ذل زي حتى هيا ولا انت هون والله لا هي برمى انجس وسيني سيني الله يلزك الله يلزك ضربت عن القيناتي لما شدتني عمو والعموم ذاك الشذو يشبابي السقم فما نعمو إلا شهاد صاغ قد عمين الحسن بول الحسن يا حبا نعمو وقد تسمعوا لأذن أعذب نغمة وتشربها أذان قوم صموا فألفتني تلحينها وجمالها ونمت ومثلي كان ينبت النمو فألبتني تل الحين وجمالها ونمت ومثلي كان ويا الله
الله اللي اسكي يا انا مسيكين ايوه كل تبقى مجنون ويا كلي تبقى مجنون ويا لك يا مسيكين كلي تبقى مجنون. لما شدت نعمو هذه من لما شدت نعمو هذه من قايلها هذه قايلها لي راجل من اغلال قايل محمد عبد الله اقل الله ولا تقول ان الشهر هون في سينيكر والله والله اختاروهم الاشواريانا والله الاشوار الاخر الزمنيه اختاروهم من اشوارك انت ومن قيفانك انت من قايلها لك لكن بقول لي إلا ذاك كنت معاك ما زلت إلا هذاك إذي وإلا ذاك كنت معاك إلا هذاك إذي تعريفي ما فيا كلمة تعريفي ما فيا كلمة والما عنه صح قريبي أيوة يا قريبي ما نبغي يكون النعم ذاك هو يا تعريفي ذاك ثابت ما نبغي يكون النعم ذاك هو يا تعريبي ولا بكيبي كنت معك مذهب لا هذا كيبي 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 الله يلزكي حمار ولا بجيبك ده هذا كيبي 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 بينك انما ما يمين بالحق ما فيه التيبي ها يا التيبي توش عراق تلبي النسيم مونك وريبي ولا بكيبي كنت معك مذهب لا هذا كيبي 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 يا ضيفي
العزة وام الويبي يا نويبي أيوة ولا بجيبي كتماك مزد لها على كيبي 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 خيك حمّر خيك حمّر تركي لك ماي وحجر سليت مالي دون سيبي تركي لك ماي وحجر سليت مالي دون سيبي ورد ويا عيت المزن بغيك ويبقيك رديبي معاك بوسي ولا تجميك تماك مغل هذا كيفي هذا كيفي هذا كيفي الله اللي سكن نعمة نعم ها في الفن الضيفي يا النعمة في الفن الضيفي يا النعمة ها شي يعجز عنه توصيفي انتباط إضافة في اسم الفن بسمات ها انتباط إضافة في اسمه من شيماء ذا الفن بشيماء التيبي الله خيك سدوم ولا ذكي منك الضماك لا هذا كيبي ما هو معتاد ما هو معتاد والله اللسكي النعمة هذا الشور معقر من القيفان الزيني شنو قاف ورك جنيتي رانك فيا ما شتكيتي يا بيك شتد صديفي ضارك جنيتي يا مبتيتي يا من العزة ومن ويفي الله الله سبيحة هذا من قايلو هذا قايلو راجن قايلو داه اللبات قلت لك شن هو قيفان حمدان ولدتاه عنده قيفان في ذا الشهر حمدان يقول لي الشعر الزين واللي يقول لي ذيك بين عينيك ساحر فتان وعلى بك اللي لواعن وانو قيل حمدا والله هو اللي يقول لي مالي ومنين لا منين تطربوني ولا سداتي وما غناه عجبوني هو اللي يقول لي يا نعم اعوذك افنانا واحيانا في حفلة جمعت رقصا والحانا ما نبقي يكون النعمة لك وهو تعريف اذا لقاه من ذاك لا واللبات ذاك الداه اللبات والله ذاك اللي فيه حويفي والشي لعاد ذاك لا الداه مالي نعمة شنو سافرك شان الخارج؟ قد سافرت مرة واحدة شور فرنسا ما نقع حراكة حتى شور الخارج من الناس اللي شبها عندي الداخل من الوطن خارج بعد قد قصت فرنسا نعمة شنو قصة تعلق قلبي بي؟ لا زيانت عندي ويامن ونسيك ديك قصيدة زينة أثرت بها وقبضت عليها وقت نقولها غنيتيها والله قلت تعطينا منها نموذج والله جيت بلك حال بلك حال نلحق بلك حال إن شاء الله دور تسمعها أيوة النعمة لاهي من برا مشوار الرقم الله
قابلته ولا نقول ما عين وشد. إنك لو شاتي يوم وين خدمي برا صبوانك صب صبوانك وبرا كريمه برا صبوانك وبرا عاكريم برا صبوان صبوان عاكريم برا صبوان صبوان وبرع وكريمه يا وكريمه برا صبوان وكريمه. نعمه نعمه، شنو رايك في ذول الفنانات اللي ينعدوا في حالات اجتماعيه وفي وسط ما هو وسطهم يحرم عليهم الهول، وفنانات عدو عظيمات؟ من محرم عليهم الهول؟ لا، واحدة تعود في حالة اجتماعية يعني زواج يحرم عليها الهول وتعود فنانة عظيمة تمثل بلدها، شنو رأيك في ذلك؟ ما يلا قاعد يحرم عليها به اللي حقا هو اللي جايبه. وأنا بعد الرأي عندي ما يتركوا فنهم. ما من الفنانات قطيتي جبرتي حد يحاول يحرم عليك الفن؟ الله يلعيت الراها حالات تعدتي فيهم الاجتماعية ولا قبلتيهم؟ عيت أنا قبل وعيت وأنا قبل. بار مشهور تحرار لا ينبرمو لا ينبرمو شهر تحرار والله. نعمة، في قصة نحكي على خالق شخص قط مرض وجبر العافية والله الفرج على شريطك انت والله آمر بهم الطبيب، شنو هيك القصة وشنو الشخص؟ لا قط خلق شنو هي قصة؟ بعد اللي وامر الطبيب ذاك هو ساه وتوه وجبر عليه العافية جبر عليه تبارك الله برقع برا عاد يقول ما غوص كنت قبال ايوة غير منين اللي رأيت النعمة ما ينقال اني يكون برأيت ايوة توف. لبصر مني مخطوف أطرش وعبله وعمايه
من عادي بالنعمة ما نمتونك شوم يا عاسم يا طعم هذا يا رب من عازب النعمة ما نمت ما ونجع ولا يا سمع ولا طعم ما يطلع من قايلها هذا داو الباتا هذا داو الباتا الله يلا اسكت قصيدة من قايلها هذا وبيات قايلهم اللي يقتلوا وبيات يعني يقتلوا من المحبين قال والد الحمار الله برا مش قلتك وشورهم وحسين وخطار
راجل ينهوك شاف قد غيار وصبر عنك ذاك الراجل صبار. أما كنت يا ينتي يا ينتي يا أما كنت يا أما كنت يا سالك من الأطوار وذاك ويبي تصريب القهار اللي دخلتك مو حال ما بيا ندار معني منك مال لا مقطع الحجار. انتي والشعار لبينك فردة بنيان ودكار لبينك فردة بنيان ودكار. الله لها للي مدلول حجة شي اندار نغتير نقولو خير احنا خطار نغتير نقولو احنا خطار. بينك يا النعمة انت والشعار اللي بين النعمة وحسين المختار من قايله هذا طفل الشيخ اياه والشيخ الطالب وين قال الطالب وي. المسافة بعد طويلة روان الشيخ اياه والشيخ الطالب وين والقايل ذاك حسان المسافة طويلة والله والله انا قاعد جاي منها والله والله ايوه نختار نقولوا غير احنا ذاك الداه واللبات وتخليتك محال ذاك الله الداه مالي ولا منها من دار ولاني منك ما لا مقطع ذاك الله هو وسمعت رديدة للنعمة في نهار ذاك الله بينك ما بزم ولي تي والشعار بينك فرده بنيان وذكار خويا قالوا الدداو الشويخ حقنا المواقع اللي حسبتي ما ذكار منين بيناش بكفرده بليدتنا احنا هذه والله بليده بها بطول بين هي وذكار الا زاد مو بينهم مسافه ذاك اللي بين حسي الشوار تبارك الله معقرين الان وقيفان الداه هم الغنى كامل والداه بعد اللي قايل الناس اللي سبقت الداه قناها ما قلتي هن الناس اللي سبقت الداه درا اللي نقولوا اللي سولتي عنه كامل الغنى اللي ساقوا وراها نقولوا لك قنا الشرفه ما رينا قنا الشرفه ما رينا نعمه قنا الشرفه ما رينا قالوا لي بعد ياسر زاد هم ذاك منهم بعد يقول الغنى قال ليش يلا الله اللسك نعمة توبي من ذا الفن عذبتي الأحرار هذه النحية من موجبات النار ذاك الشيخ سيداتي ولا أحمد والخليفة ما يقدم قال القاف نعمة هذو
المقنين والشعراء القنوا عليك إجازين بالأحسان طرح البلاقة في تبارك الله حق إجازين بالخير إن شاء الله وطرح المواصفات والفرق في الحقيقة البعيد والله والله زين حتى قد الكيف قامتي ايوه الله هدسك من محمد بوجبتي الاخلاق الزينين ومتى كيبر زيادتي كيف تهوم الاثنين يا غير يا غير يا غير على ذاك زدتي النعمة قدين هذا ضر كله محصق هذا ضر كله محصق بيه معشيين مرشان زين حسك والزوانك زين ومرشح عن زين حسين مويك وزوانك زين يا زين نعم هذه طلعة منه هذا أحمد سالم والمولاي علي خيرت زين حتى ومرشخاش ومرشخ زين حسك وزوانك زين زين حتى زين هذيك مرشخ ولا تقولي لنا الشهر هون ما لقيت يعني نقول لك شي هون نموذج من اللي قايل حمدا والله وتعلق قلبي بك حال هون اللي نقول لك من الشوج زادي والله حمدان يقول لي انو ماذا جمال اللي يقول بين عينيك ساحر فتان هذا قال الشرقي الشرقي زين حتى وعلى فيك للهوى عنوان تتغنى كأنها لم تغني ولديها من الغناء ألوان والله اللسك ماذا رقع الحمد لله قلت انت أن ترنم سميت كل مع مقنن أو تلحن تهزك الألحان فلي منين عندها خمات يحسود الجيش في صدى الوان الله الله هي شيء لا تسأم النفس منه أم لنا فوق ما لنا أذان نغمات أيوة خلالها سكنات
الصنعان. ما أقبش الله الدسكين. ياك نازل عنك نعمة. حياك عم نعمة هذا الشرقي. والله والله يا أخبط الصار وسعين تعلق قلبي شوي يسمعونا. والله قول لا تقول لنا تعلق قلبي شوي وما نزيدش يسمعونا. لا زيدي شوي عنا مواليش. حقر الاغنيه سمعتها عند الفنانه هيام يونس واعتجبتي بها. سمعتها انا صغير ما زلت. حقر الله تعلق قلبي طيبة عربية تنعم بالديباج والحلل. تعلق قلبي طيبة عربية تنعم بالديباج والحل والحلل. تنعم بالديباج والحل والحلل. تنعم بالديباج والحل والحلل. الله 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 نسك. خيك حمر لها مقلة لو أن لها نظرت بي إلى رايب قد صاب لله وابتهت. لها مقلة لو أن لها نظرت بي إلى رايب قد صاب لله وابتهت. لا أصبح مبتونا معنى بحبية. لا أصبح مبتونا معنى بحبية كأن لم يصم لله يوما ولم يصل. كأن لم يصم لله يوما ولم يصل. تعلق قلبي قبلة عربية تنعم بالديباج والحل والحلل. تنعم بالديباج والحل والحلل. قبلتها تسعا وتسعين قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل. فقبلتها تسعا وتسعين قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل. تعلق قلبي قيلة عربية تنعم بالديباج والحل والحلل. تنعم بالديباج والحل والحلل. تنعم بالديباج والحل والحلل. تنعم بالديباج والحل والحلل. الله الله حيوها حيوها. الله الله تصفيق هذا نعمة. قلت لي عنك استعذبتيها مستي صغيرة. والله قنيتيها. والله هذا البياض. والله مسك حتى والله مسك. نعمة الحلقة ما تبقى تهديها له. الحلقة ما تبقى تهديها له. هديتها لأصحاباتي كاملات وجمهورك. والله وجمهوري كامل. مباركين لك احنا على العودة للساحة. شكرا. العودة ميمونة الساحة لا تأتي تبطأي عنها.
عطش عليك وفاصل. ماني باطي عنها. نعمة، لماذا تفضلي السكن في الحواضر عن العواصم؟ زين عندي تبقي جو البادية. هذا كامل راه ولك اللي راك بتام كرز العت وانا فاهم. لا تسمع نعم. لا تفضلي سياني تورجون واكشو هلا. انا هذه الحلقه اللي نتورج ولا جمهور مالي تاني كامل. شكرا. نعم ولا تقول لنا شي في البيا الله. ما وداني من تمشي ما وداني من تمشي هو لك بيالي ولا عيالي يا ياسر هو لك يمشي يمشي من بيالي ما ولا لك كنت لود لك لا خلاص منك وذني هجالة ومن أين جبرتك ما يتلعيت تخلق ما تلبى الصعيلة ومن أين جبرتك ما يتلعيت تخلق ما تلبى الصعيلة ماذا من قايلو هذا القاب التالي قايلو هذا الأول قايلو لي القاف الأول من قايلو القاف الأول قايلو لي تخلون ولاد عمر قداش قايلو عبد الله المناء والثاني قايلو لي تخلون ولاد أحمد زمان قايلو بدالي والسيدي ميلو الله الله يقول لنا الشعر أغري ما نقول بيت قبله انسى يا محاكيك كلا
وحايق جل يا عم يقول يا عين جايلك قلت ويكي الذي بدعني يقينا وبدعني الرجال ما قد بدعني قلت ويكي فيكي الذي بدعني يقينا وبدأ المجال يا ما يا يا ما يا ما يا يا ما أما أما قد بدأ الله لسكن نعم هذا البيت من قايل والله الأبيات هذا أبيات ماني متأكد ذاك اللي قايل مغير تخيل لي عنه قليقم المحمد ذو الحبيب تكيبا انت عمر مبارك والدي لا تقول لنا الشور لا تقول لنا المجقري يا الله يا الله الصنقاري قبلك شوية من اللين يا كعود توافق مع الشور اللي الشور في اللين دايرت وانا في اللجنة اصلا وصلا كان في التحرار والله ادري اللي فيها بابه ولها الدار معناها عاد من الشعار المجقري وعين متينه كان يغنيها في التحرار لا كان يخزي بينا حق الله والله اجع والله هو توف اللي درت وانا في اللجنة هو توف والله حق الله القاف قالوا بابه ولها الدار والله والله تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناهت بأرض الغربية عن بلد النخل فقلت شبيك بالتغرب والنوى وطولي التنيئي عن بني وعن مالي ناشتك بأرض أنت بي قريبة فمثلك بالأصعيك والمنتهى مثلي مثلك بالأغصايا والمنتهى مثلي سقتك غوادي المذنب من صوبها الذي يصح ويستمر يا السماء يا كيني هذا عبد الرحمن الداخل ها هذا عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن الداخل الله يرضى عليك حتى غنيها بالتحرار اللي كان يخزي بيني المجقري المجقري بو عين متين هاك على بابو زين هاك
شعرت الروز الحبسيني يا النعمة في الهول بدايتي شعرت الروز الحبسيني على حال غروز وجايتي شنعودو 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 لو ما جيتني لمدقري 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 وعينتي حما وربها الدسك مشهود ان قبل تنقري مشهود ان مشهود إنا قبل تنقري والناس برقت عينيني والناس برقت عينيني ومنين لقيتك لمجقري وعين انتين جقريني لمجقري ياك على باب ياك على باب هيا يا عم الشعر بعد سوى ترجع ايوه عنك لا عتف مديني والله زادت شي وتوسع للكسرة بعد التدفيني المجقري رداتك يا ابن هواها رداتك يا ابن هواها وبشورك وعين متيني اعتاديتي ان الله لا يحب المعتدين المجقري المجقري وعين متيني الاخبار متيني ياك حق يا قلت والخاطي الكلام انحان وبي تقافيني المدقري 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 بوعين متين شورك يا النعمة ذلي زين شورك يا النعمة ذلي زين لمجقري بوعين متينة فيها اللازي دينا ومنين فيت زيدينة زيدينة لمجقري 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 بوعين النعمة اللازي دينا نعمة اللازي دينا شكرا شكرا نعمة نلفيه تروزة شنو؟ نلفيه تروزة خاش قتلتينا؟ يا نعمة بالهول بديتي شعر تروز الحقتينا على حال غروز وجيتي شنعود ولو ما جيتينا من قايل هذا باب باه اللي ما يداح نلفيه جقرينا شنو؟ ذاك الطفل من العرب الصاء ما ينقال قلت حتى ينقال مارك ما انا قايلون باللي رئيس حزب غير هو هو القايل القاف ذاك روان عرف ايوه القيفان انا قاع ما شاء الله تبارك الله هو معقر من القيفان الداه عنده شي فيه كامل الداه ياسر من ارتبط ولا الداه اللي فيهاش النعمة تبقاش ما نبقاش النعمة ياك الداه ياك الداه
وزين قاف باب وجه الدار. الله ذاك باب وجه الدار. شنو القاف؟ معناها عاد من الشعار المجدري ابو عين متينه. كان يغنيها بالتحرار لا كان يخزي فينا. يمكنها انقالت صار. ذاك واضح الباب ولا هي لا يخبطن لا يخبطن لا يخبطن عازف البارح صاحب الانامل الذهبيه حمى والنقذي على آلة الأورج وزن في الليين. الله أرمول أنا بعد هذا الجزائر توسل قطيتي قلتيه لحد ما يريدك الساعة. ايه. توسل الداه. الداه لباته. اللطيف الكريم ايوه تراجعني بالداه اه يتمنى مقيم حدايا واحدا اللطيف الكريم تراجعني بالداه يتمنى مقيم حدايا Let's get home.
منها إلا نرجع. وبشي شكر وده واللبات الحسين وبشي شكر وده. يلا طيب الكريم يلا هداش فيه ايوه وحقق مرجاه هداه أيوة. ومن هادم ما يبقيه ربي دار مرجاه من هادم ما يبقيه ربي دار مرجاه. حمار الله لازم الله لا خيوح يا لطيف الكريم أيوة. ترجع لي بالداه يتم الا مقيم حذايا وانا حذاه يتم الا مقيم حذايا وانا حذاه يتم الا مقيم حذايا وانا حذاه يتم الا مقيم حذايا. فيها اللي قيفانك انت ولا مقبول فيها قيفان؟ هذا القيفان ها اللي عاد تامك الحق لا قاعد كيف لساني حق الله غير الله هو اللي يقولهم وقايلهم على لساني انا ومقنيهم انا وفيهم قافين الواحد قلت لك القراي واللي انقذي انا وبذا علمو متوحش حتى الذا اسمع عليهم وحلموك ومرمى اللي معناه القراي واللي انقذي والويخ والتبيان ما يبغوا يكون الداه ولبات الاحسان وبشكر وبشي شكر وداه للداه اخوي وللشويخ لو خر كامل اللي هو حق الله وناس يقع منهم شيء ما ذق الذوق حق الله. ولا تقول لنا ابيات في الليل الليل ما لي قلت فيش في مصر وفي بادي فالعين العين ما نظرت يا حلو بمنظرها والأذن ما سمعت يا حلو بتردادي. الله يحسين عليك الله يحسين حق الله حرام زين والله ندرى كانك من الفنانين اللي شطر النحايا والاشوار والله يختار ندرى كانك من الفنانين اللي شطر النحايا والاشوار والله يختار يقبض كلمات ويلحنها. شنو رايك في ذاك المولد؟
شطر منهم الاكل يا الله يشطر شواريان اللي معدلهم مقولين لي شطرتهم حق الله وذوك اللي لحقتهم متكايسين خليتهم بحالتهم ألف سليم والكلمات عيت تقضي كلمات كلمات دائما الكلمات دائما تلحنهم على لحنهم دائما مقولين لي لحنهم يمشي شاطر شدوه يمشي متكايس سيد المختار كيف شد المتكايس شوار مقول لي شوارة؟ ذوك الأشوار معدلهم اللباتة هذرنا مدافتهم على سربات فيهم شي فيهم شي شاطر وفيهم ما عييتي تحكي شي من القناة الأخرى المقيول ما عييتي شي تحكي شي من القناة الأخرى حتى مالي اللي سولني عنه دور تسمعوا احنا بعد نختاروا الليلة لا قناة كنت كامل كله اللي هنا خلطوه ان شاء الله اتمنوا عاطي الوقت كامل بروحكم رانا بتتنا الله لما بعد رجح رعا من خنقة وقدر يتسلع من قبل رار ورصق شام تلمسون وخنقة يا شمع يا والد من قبل دكمار قلب أما ما عمش قدل وقلايب تشيط من قلب أذك مار من قلب أذك مار وقلب مش قدل وقلايب من قلب ذك مار قلب يا شن قالوا عضال ها هذا الشيء قالوا عضال يطلع فيه من قايلها هذه زادي يقولوا عنها لعمر مبارك والشويخ الله زين بعد عضال عضال اللي لباس فيه اللي. ما قطيت قبتي في العمان القديم القديمة شوي عن الفن شنو ذاك الطياب تارك ما قلت لهم مري ثاني تارك تهم مري ثاني قبل قال لما في خبر حس شوي واللي نجي من الغيبة قال الغيبة طوالت الحمد لله مولانا ولي طويل الحمد لله يا ولدي تقول لنا شيء نقول لك طالعه هون ها لين شوي حمر هاي طالع على راجل قالوا في كل محمد يعطيه الرحمه ما بتنشفنا فيك شجد رس حديك مساوي عندك بيك قلت من تن الحكمة الليل وداريك ولا ديك كما
راينا يسقيقا عندك حد من الموكلا يمك تقطع على كلمة كلمة ينما عليك منارش يخليك يعس الله يجيك من الزلقة والغي تخراصك للي يبقيك زاد شوي على ري وشوي منين راك اللي يعطي حد معك وشوي الصمع طاك إلى قيتي وهوي إيني ما طاك ملاك ومستقب طالح في ولا تحد راعي يجيك اليوخ وحي كون من آدم كبير شوي 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 زينك شوي شوي هاي طلعة ولا تحدر عيني يجيك اليوخ وحيكون نادم كبير شوي 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 كعلى باب النعمة الله هلسك نعم نعمة نختار نقول لك على انك نقال لك القناة الزين الله ونقال لك الشعر الزين وقال لك مولي عمالقة حقبة والشعراء حقبة وزين عندي اكتفاءك بقناك زين عندي حتى الله 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 لسك نعمة زينة من البتيت الله اجبرتي اخلاقي رايق من فقد النعمة لا يبليك يا سر مشي عاد ماتيك غير الله يخليك صبرا هذا كامل لا يضر فيك اني اي اي طاح العسر يسرا من قايل النعمة لا والبوات نعمة ترك لك من الفنانات اللي رجال والله على ذكرها كامل الا ما هو اكبر من قول لا افهم لكن من ذل حتى ما هو خالق لي وياكم ولي مثل اللي قال ما هو خالق لي شنو المسألة تخلعك قبال شنو المسألة تخلعك قبال شنو المسألة تخلعك قبال شعر عجب وحس جاك سوى من هو ذاك الشاعر نفسه ذاك الشاعر نفسه قطعا فيا عدو حقبات الشعر الارض تحس عنك بالفوت قلبتيهم والحس والحس والدين والامر اكبر بينك والنهوالة بينك والنهوالة يا النعمة يا هو اللي بين الرذالة هاي اللي يا والفوت هو ياك بينهم ياسر بعد ما راينا في اللامة شي كيفك
كمان هو ما خليها دامة دامة ولا خلاتوحة ما خليها دامة دامة ولا خلاتوحة أخلاي الهول وصل بالفات الفات الفات ها في هذه الأمور هاي أقول فيهم من الشكلات شكلات راه وارك وصوى هاي أقول فيهم من الشكلات حما وانت في بلاد شدو حما وانت في بلاد في الهول لا أخوة وكيف محمد محمد وانت كيف هو وكيف محمد محمد وانت كيف رخي النعمة فت فذل له ذنعن وبنعت يعت بالصغم ونطو ذنعن وبنعت يعت بالصغم ونطو الله السكير فيه الرجال والفتو وشنو؟ ذاك الولي والولاد والخليفة الله بينك النهوالة يا النعمة ذا هو أيوة. البين الرذالة هي والفتو هو اللي يقول لي شاعر عجب وحسه أيوة. جاك سوى من هو ذاك الشاعر نفسه قطعا فيه عدو يقول لي فيه الطالب والشخايه القاف اللي قبيل الشعر فرض تحس عنك في الفتو وقالبتهم والحس والدين والمروة طالب بوي والشيخية واللي فيه عليول الميداح رجال يقول له هو الفصل في الفات فهالي المروة واللي فيه من الشكلات راه ضرك وسوى محمد مولي لحم الميداح واللي يقول لي ما رأينا باللامة شي كيفك من هو ما خلاها دام ولا خلاته حو ضرك لاهي نبقاو مع عازف على آلة الأورج مع العازف حمو الانقذي وختم وراه إن شاء الله
لها صرتك والله اللي حرام هذا حرام. نعم دا يتعدل لنا عزف على اردين شوي الله وزن تخ مع على اردين انا بقاوم مع عزف على اله الاردين مع الفنان النعمة التشويخ. عرفت خشت كل نعمة. شنو الكلمة الأخيرة تبغى تقدمي في البرنامج؟ كلمة أخيرة نقول في البرنامج خير فيها لا أنا راني شاكر تكت شاكر التلفزيون الموريتانية على هذا البرنامج الزين. مشاهدينا الكرام ولو نعطي الخيارة لم افترقنا ولكن لا خيارة مع الزمان. هاي الحلقة كانت جد ممتعة مع الفنانة الكبيرة والمتميزة النعمة متشويخ، وكان معانا على آلة الأورغ العازف البارع محمد والنقذي، وراني شاكر للجمهور اللي حضر معانا والناس المتعدلة، وهذه تحياتي محمد يسلك السيدين والملاي الحسن، وإلى أن يضمنا لقاء آخر تقبلوا تحيانا. شكرا.